الرحلة راح تكون كالآتي: من مطار بوزمان إلى سولت ليك سيتي راح ننتظر هنا 50 دقيقة، من بعدها من سولت ليك سيتي إلى لوس أنجلوس. السلام عليكم، اهلين فيكم. راح يكون لنا فلوق مثل ما شفتوا، تعرفون كل شيء ايش بنسوي. متوجه الحين المطار، باقي على طيارتي 3 ساعات، والمطار ياخذ يمكن نص ساعه، فبريح هناك. طبعا الفلوق هذا كله راح يكون في الطياره من مطار لمطار، فخلوكم معنا. اخيرا وصلنا المطار، نزلت الافراد الحين بس بسلم على الشباب. السلام عليكم. سلام. صباح الخير. صباح. يلا يلا مع السلامه. السلام السلام يلا توصل السلام. حياك. اي يلا السلام عليكم. ايش بتسوي؟ طلعت المفتاح بتشغلها؟ ها عليك، كان زعل منك. كان زعل. طالع نودح الاجواء، شو الثلج، لوس انجلوس ما فيها ثلج. في ساعة ونص وها نحن بالانتظار، الحين نصعد فوق للتفتيش. واخيرا خلصنا التفتيش، الحين ننتظر الطيارة، باقي عليها الحين 40 دقيقة. So how many do we have here? 3. 3? Yep. Okay. There we go. Thank you. Thank you. وقعنا الرحلة الثانية 40 دقيقة، الحين راح اروح ادور البوابة. المشكلة ان اهلي للحين ما طلعوا من داخل، لما طلعت بسرعة خليني اروح اشوف الشاشة البوابة وين تكون. شوف المطار كيف بدأوا يجهزون للكريسماس. بعد ما وصلنا من البوابة خيروها، وباقي نص ساعة على الطيارة. واخيرا وصلنا، تصور سجل مع الطيارة. شو
شوفوا الدليل اللي يثبت لكم ان احنا تعبنا المرة الطيران اللي راح. شوفوا باين من جلسة بنتي شو مطلع يدها برا كذا كأنها ركبة ديدسن. اخذت الورقه اللي اخذ فيها السياره. حركه شنو انك تخش هنا وتروح حق السيارات المختار مثلا سبورت او فول سايز او ايكونومي كذا وتختار اي سياره المفتاح داخل تاخذها وتمشي. طبعا هذا قالت لي هذا كلهم ذي الفول سايز اختار اي سياره يبقى اخذ السياره اللي هي دوج. انا اول شيء بسوي شيء اني افسخ الجاكيت والله حار. وصلت المكان اللي غفتكم فيه في بوزنا اللي هو المارت. خلصنا من المارت رايحين لفندق. وبس اخيرا وصلت الفندق نزلت الاغراض. ففي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك للقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع. والسلام عليكم. ورح انام الحين خلاص.